دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. نوره سبحانه وتعالى في الوجود ما غاب فوق الأرض حي عنه ولا في السماء. الله تعالى نور، والقرآن نور، والنبي محمد نور، والمؤمن نور، والملائكة نور، والشمس نور، والقمر نور، والفجر نور، والجمال نور، والعدل نور، والحق نور. كل الكون نور على نور، وكل نور تراه الأعين ويبصره القلب ما هو إلا من نور وجه الذي أشرقت له الظلمات. الله تبارك وتعالى هو النور، وذاته نور، وهو منزل النور. إذا اعتمت الطرق بالسالكين نفذت بصيرة المستنير بنور الله تعالى، فيمضي على نور من ربه وبصيرة من خالقه وضياء من وحيه تعالى، ثم يسعى بهذا النور بين الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وينادي فيهم: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك السنية، واجعل لنا نورا نمشي به في طريق الهدى. يا نور السماوات والأرض، ويا رحمن الدنيا والآخرة، إنك يا رب سميع مجيب. دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.